استاذ سفير حسام كلمه مهمه جدا جدا ورسائلها واضحه، مساله الحرب على الارهاب، مساله الاكل اللي هو يوم واحد، ايضا نتكلم على قوه الاحتلال التهجير القسري والتهجير القسري. نعم. طيب ربما ايضا واحنا بنتكلم على معالي الامين العام كان ده موقف الدول العربيه، امين العام ثم ايضا وزاره خارجيه مصر، صحيح، فلسطين، الاردن، المملكه العربيه السعوديه، حتى في اجتماع الجمعيه العامه المندوبين الدول العربيه ايضا كان نفس اللغه ونفس اللهجه. نعم. التكاتف العربي والتنسيق لنصل لقرار امبارح. والله الحقيقه كان يبدو ان هو كان في شغل جيد جدا جدا تم من جانب المجموعه العربيه في نيويورك. طبعا احنا يعني كجامعه عربيه بعثة الجامعة وسفير ماجد رئيس البعثة، نعم، يعني هو جزء لا يتجزأ من هذا العمل، نعم، دعم كامل للإخوة الفلسطينيين ولمندوب فلسطين، ويعني حصل عدد لا بأس به من الاتصالات مع دول عديدة. عشان كده بقول لحضرتك ان احنا يعني كيف تمكننا من ان احنا نصل الى تأييدات مختلفة من جانب دول ممكن ما كانتش هتبقى مؤيدة، نعم، لمثل هذا القرار، نعم، في الاتحاد الأوروبي. فحصل بعض الاتصالات المهمة اللي في النهاية أسفرت عن قرار بيؤيده 120 دولة، يمكن 121 لأن العراق أعتقد أنه غير رجع تصويته إلى تأييد القرار. طبعا العراق كان امبارح كان الكلام ان هو ممتنع، بس اللي انا فهمته انه السفير العراق قال احنا كان يعني هدفنا ان احنا نصوت لصالح القرار. على اي حال يعني هو حظى بالاغلبيه المطلوبه، وبالتالي هو قرار ملزم لانه تحت صيغه الاتحاد من اجل السلام، وبالتالي هذا قرار ملزم. طبعا هتقول لي مين اللي هينفذه؟ نعم. هي دي المعضله، نعم، التي تواجهها قرارات الجمعيه العامه، لانها حتى لو كانت ملزمه فلا توجد قوه جبريه لكي تنفذ هذا القرار على ارض الواقع، ولكن هذا لا ينتقص من لا قوه القرار ولا قانونيته ولا شرعيته ولا مغزاه السياسي والأدبي. هو قرار في غاية الأهمية يعبر عن الرأي العام الدولي في هذه المرحلة من الصراع. أول مرة يبقى معاك 120 دولة، مش أول مرة، لكن على الأقل في الفترة دي كان يعني العالم. كان في تخوف من أن في دول كثيرة مش هتأيد. نعم. لا بالعكس، لما لجأت إلى عضوية الجمعية العامة، لا، الجمعية العامة معاك 120 دولة، نعم، 120 دولة، نعم، وكان يمكن أنك تحظى بأكثر من هذا، نعم، لو كان في وقت لتطوير المشروع أكثر كان ممكن أنك توصل يمكن ل 130 و140 كمان، نعم. إنما في النهاية الدول المعارضة دول يعني قليلة، مش كده؟ ولا 14 قليلة، 14. لا تقارن بالدول المؤيدة، نعم، لا تقارن بالدول المؤيدة. فبالتالي إحنا يعني مرحلة جيدة في المعركة الدبلوماسية. الخطوة التالية ايه؟ القرار ده يفيدني في ايه؟ لا، القرار يفيدني في الصراع السياسي، هو كله صراع سياسي، نعم، بخلاف اللي بيحصل على الأرض نعم، والوضع العسكري اللي بيحصل في صراع سياسي احنا كمنظمات ودول بنخوضه، وهو صراع لا يقل في أهميته كصراع سياسي ودبلوماسي عن الصراع. طبعا الصراع العسكري هو 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 الحياة والموت، نعم، هو الـ 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 الاحتلال ومقاومة الاحتلال، نعم. إنما الآن في هذا الشق الذي يعني نتشرف بأن احنا بنشتغل فيه، وامبارح تحقق يعني هدف طيب ولا بأس به. هل ممكن نروح بيه مجلس الأمن تاني؟ مشروع قرار جديد ومعاك 120 دولة. هي الأمور مفروض أنها مش بتمشي بالشكل ده، ولكن العودة إلى مجلس الأمن، أيوة، مرة أخرى لابد يكون في معطيات جديدة، لابد يكون في معايا هو 120 دولة معطيات جديدة من ناحية ما هو المطلوب من المجلس. خلاص، نعم، المجلس صوت على قرار النار. المجلس صوت على قرار روسي، و
أفشل وقرار أمريكي وأفشل كمان، وبالتالي وصل إلى نهاية المطاف بالنسبة للمرحلة الحالية. نعم أرجع على كإمارات موجودة كدول عربية بقرار جديد ومع 120 دولة. يعني موضوع القرار الجديد ده في تقديري ووفقا لخبرتي في الموضوع محتاج لسه شوية وقت، مش هيحصل بشكل أوتوماتيكي، محتاج وقت، محتاجين ان احنا نجمع بعض المعطيات الجديدة، نغير في المواقف شوية، نكثف اتصالاتنا اكتر، نشتغل على الموقف الامريكي بشكل اكبر،